مشاهدينا ومشاهدي الكرمة في كل العالم، اهلا بكم لقاء جديد مع مرة الاحداث. حلقة النهارده الجمعه 16 اغسطس 2024. لسه ما زلنا في ملف اختفاء وعوده الفتيات القبطيات. عندنا اختفاء فتاه جديده اسمها كريستينا كرم من اسيوط، وهنشوف برضو تفاصيل عن اختفاء عدليه مكرم باذن الله. عندنا كمان متداول على مواقع التواصل الاجتماعي خبر عن وفاه القبطي مايكل حمام دانيال، عنده 41 سنه، وانه توفى بقسم شرطه الظاهر بالقاهره. وفي طبعا يعني امور او يعني وجهتي نظر حول هل قتل بسبب تعذيب ولا بسبب انه في اتخانق مع بلطجيه. ايضا منظمه الصحه العالميه تعلن جدري القرود طوارئ صحه عالميه، ما هوش جائحه يا جماعه، وده مهم جدا. هنفهم النهارده التفاصيل الكامله عن ليه اعلنوا هذا الاعلان بعد ما كان موجود في افريقيا، خرج بره افريقيا عشان كده بقى دلوقتي طوارئ صحه عالميه، وازاي بينتقل وطرق الوقايه اللي حضرتك محتاج انك تعرف كل اللي انت محتاج تعرفه النهارده عن جدري القرود هنقوله لحضراتكم. هزات ارضيه حصلت الفتره اللي فاتت، حصلت الحقيقه في سوريا، في برضه حس بيها الاردن، كان في تايوان. فالحقيقه هنشوف برضه ايه موضوع الهزات الارضيه، وانه في توقعات بانه هيكون في هزه ارضيه كبيره هتضرب احدى المناطق في الفتره اللي جايه. بنكمل معاكم الانتخابات الامريكيه، وبنشوف تصريحات هاريس بتقول ان بايدن قاد بلادنا لحل الكثير من المشاكل سنمضي قدما، ولكن رأي ترامب بأنه لو هاريس اختيرت عشان تبقى رئيسة الولايات المتحدة الأمريكية فكده البلد هتنهار اقتصاديا. عندنا أيضا جوجل بيكشف تفاصيل استهداف قراصنة إيرانيين لحملات ترامب وهاريس الانتخابية، وفي كمان قضية مرفوعة ضد جوجل هنفهم القضية دي مرفوعة ليه. استقالة نعمة شفيق رئيسة جامعة كولومبيا، وطبعا الاستقالة بعد ما بيتهموها أن هي فشلت في احتواء الاحتجاجات على بالنسبة لاحتجاجات الطلاب على حرب غزة، وكمان اتهامات باليهود أن هي ما عرفتش تدافع عن حقهم في الإهانات اللي توجهوها لها. يعني كان من كل الطرفين مش راضيين عنها. كمان ايه اخبار بقى التوغل الاوكراني في منطقه كورسك، والحقيقه انه في كواليس بدات تتضح على هذا الهجوم وهدفهم كان ايه، وايضا لغايه دلوقتي ايه رد فعل بوتين وروسيا. روسيا يمكن برضو مشغلين في الحرب في الاتجاه الآخر، وهنحاول برضو نشوف دلوقتي إيه الأراضي. صورة مهمة برضو كانت نقلها منذ قليل قناة العربية عن إيه هي الأراضي دلوقتي اللي مسيطرة عليها أوكرانيا وإيه هي الأراضي اللي مسيطرة عليها روسيا. هجوم إسرائيلي واسع وسريع، وانتقام حزب الله قد يكلفه غاليا. وحزب الله النهاردة عرضوا مشاهد لفيديو سموه عماد 4. هو كان فيه هدهد 1 و2 و3، معرفش كان المفروض يبقى ده هدهد 4، معرفش ليه بقى عماد 4. والحقيقة الفيديو ده بيوضح قد إيه إن حزب الله عندهم أيضا مجموعة أنفاق وشبكة أنفاق صعبة جدا، وبيبعتوا رسالة لإسرائيل إن أنتم مش هتقدروا علينا. بيان مشترك لمصر وقطر وأمريكا بيكشف تفاصيل محادثات وقف إطلاق النار بغزة. والحقيقة لغاية دلوقتي الأمور مش مبشرة بالخير، ولكن بيقترحوا بعض الاقتراحات لسد الفجوات المتبقية في المفاوضات. مستوطنون إسرائيليون يحرقون منازل ويقتلون فلسطيني، وتنديد بمثل هذه الأفعال لأنه الحال اللي عملوه كان صعب جدا هذه المرة. كمان عندنا الجيش الأمريكي أعلن أنه دمر محطة تحكم أرضية تابعة للحوثيين باليمن. هنحاول إن شاء الله لو الوقت تبقى نقول لحضراتكم كل التفاصيل الخاصة بموضوع خطة وزارة التربية والتعليم لمواجهة تحديات التعليم قبل الجامعي، لأن هم بدين الخطة دي بتغييرات في حاجات في ابتدائي وإعدادي، مش بس ثانوي وثانوي، مش بس ثالثة ثانوي، مغيرين كمان حاجات في أولى وثانية ثانوي. وكمان الحياة بدأ برضو يعني الغضب من موضوع إلغاء المواد والموضوع الجيولوجيا وعلم النفس والكلام اللي كان قاله تامر أمين، لسه مازال عليه ردود فعل غاضبة الحقيقة. في كمان استقالة الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان، والحقيقة ما كانش كلام كتير عنه، لكن لقينا في بعض الأخبار هنحاول نفهم الموضوع ده النهاردة، وفي بعض الأخبار على الاقتصاد. يا رب بس وقتنا يسمح بأن احنا نقول لحضراتكم كل هذه الأخبار اللي معنا النهاردة.
الحقيقة انه يعني ما بنتكلمش عن ان في واحدة رجعت غير ونلاقي فتاة تانية اختفت، وموضوع طبعا عودة اختفاء وعودة القبطيات لينا فترة كده منتشر على الساحة بشكل كبير. وبرضو بأكد ان مش دول مش كل اللي بيكون اختفوا بيتم الاعلان عنهم، بنفاجأ حتى بعد شهور من الاختفاء بعد وعود ان الشرطة هتتدخل والامن الوطني هتتدخل والكلام ده، ان بعد ما الاسر بتيأس بيبتدوا يعلنوا. الحالة الجديدة اللي تم الإعلان عنها هي الفتاة القبطية كريستينا مكرم من مركز الفتح محافظة أسيوط. والحقيقة أن انتشر فيديو برضو لوالدتها بتناشد الرئيس السيسي لعودتها. كريستينا عندها 20 سنة، هي اختفت من أكتر من أسبوعين دون معرفة التفاصيل واللي تحدد مصيرها. الأسرة قالت أن هي خرجت الصبح من منزلها لمعمل تحاليل بالمركز للبحث عن فرصة عمل، ولكن قطع الاتصال بها ولم تصل إلى المعمل. تم البحث عنها دون الوصول إلى نتائج. الأسرة توجهت إلى طبعا اسم شرطة الفتح وعملوا محضر أخذ رقم 3606 إداري الفتح، ولكن حتى الآن لم تنجح الأجهزة الأمنية في تحديد مصيرها وسط مخاوف من أسرتها اللي نجدت الرئيس السيسي طبعا للتدخل. ودي وهنشوف فيديو لوالدتها وهي بتقدم هذه المناشدة، وبنصلي طبعا من أجل عودتها يا رب ويكون في أي حاجة تكشف فين مصيرها. وبنقول فعلا يا جماعة يعني الأسر بتبقى عايزة تطمن على بناتهم، ولو في أي معلومات عند الأمن الوطني، وأسر كتيرة جدا بتبقى عايزة بس تقعد مع بنتها حتى لو كان في أي كلام عن أي شيء تاني. ويعني بنصلي من كل قلوبنا نشوف والدتها بتقول إيه في الاستغاثة. كريستينا كريم طلعت من 30/7 راح تاخد دورة في معمل وعلى كتفها البنك، ولحد دلوقتي ما عارفاها حيه ولا ميته. برشه السيسي برشه السيسي رجعلي بنتي رجعلي بنتي، وجت رساله ان انا رايحه غير وانا عارفاها بديه ولا عارفاها حيه ولا ميته. برشه السيسي رجعلي بنتي، الله يبارك لك الله يبارك لك. أعلن يوم الاثنين عن اختفاء عدلية مكرم وشهرتها عبير، وهي من منطقة الخصوص. تبين أن هي متزوجة ولها بنتين وعندها بنتين وولد، وتغيبت من يوم الجمعة 9 أغسطس 2024. ومعنا دلوقتي المحامي الأستاذ رأفت فوزي عشان يعرفنا برضو تفاصيل هذا الاختفاء. أستاذ رأفت برحب بحضرتك معانا. أهلا بك مدام منى. أهلا بحضرتك. يا ترى يعني متزوجة ولها بنتين وولد، طبعا هي سايبة الولاد مع الزوج. أيوة تمام. في أي مشاكل زوجية؟ لا أبدا، المشاكل العادية بتاعت الأسر العادية، الحاجات العادية خالص اللي هي ما تستدعيش إن هي. طب يعني هل بيتهموا حد وراء اختفائها؟ إحنا لغاية دلوقتي فندم مش عارفين نوصل إيه سبب الاختفاء، لأن هي مشكلة عدلية أو عبير إن هي جت قبل ما تمشي بـ يعني ما فيش بأوقات بسيطة اتصلت والدتها قالت لها أنا جايالك. يعني هو كان في خلاف بسيط بينها وبين الزوج، وبعد كده كان خلاف عادي يعني وكده. هي قالت له إن أنا عايزة أروح البلد أريح يومين وكده، قال لها ماشي اتفضل. فهي كلمت والدتها وقالت لها على كلام الزوج إن هي اتصلت بوالدتها وقالت لها إن أنا جايالك، قالت لها تعالي. فحتى قبل ما تسافر اتصلت بوالدتها. هو التليفون ده اللغز، احنا طلبنا حتى طلبنا من الامن الوطني ومن الامن ان احنا عاوزين التليفونات. انا عملت رحت النيابه انا والزوج واهلها وطلبنا ان احنا في حاجه اسمها تتبع للتليفون. بالظبط كده. دلوقتي لسه النيابه ما ردتش علينا، قالت ان احنا هنرد عليك. يعني انتوا هي من يوم 9 يعني تاني يوم عملتوا المحضر اكيد وحضرتك معاهم من وقتها ولغايه النهارده يوم. احنا يوم 16 ما وصلتوش لاي حاجه؟ ولا حاجه، احنا في نفس اليوم عملنا المحضر. تمام. يعني حاسك ان الزوج هي اختفت تقريبا من الساعه 6:30 اللي هو يوم الجمعه. الزوج لما رجع كان في خدمه من الخدمات، لما رجع حوالي الساعه 9 وشويه بدا يتصل بيها التليفون مقفول. اتصل بوالدتها ما سافرتش البلد، اتصل باخواتها ما فيش. طب ما فيش اي حاجه يعني مثلا كانت على تواصل مع حد صديقه ليها؟ اي ما فيش اي حاجه اي خيط موصلكوا لاي حاجه يا استاذ رأفت؟ احنا لابسين على كل اصحابها. كانت شغاله في ورشه بتاعه واحد اسمه يا رشاد نعيم، اتصلنا بيه وتابعنا معاه ما فيش فايده. كان في سواق التوك توك، احنا حتى وصلنا لسواق التوك توك اللي هو اللي خدها، لان احنا جبنا الكاميرات، المباحث جابت الكاميرات اللي كانت على الشارع. جابت ان في توك توك دخل وخرجت كان معاه شنطتين. احنا جبنا سواق التوك توك، المباحث ما عرفتش تجيبه.
احنا جبنا سواق توك توك طب والولد معنى تاني معايا. شنطتين، ان هما شنطتين كانوا مليانين ولا الشنطتين اكياس بلاستيك؟ هو التوك توك كان واضح كده ان في شنطتين، انا في شنطه ظاهره تمام، هي كانت واخده هدومها على اساس ان هي مسافره الصعيد، على كلام حضرتك ان احنا هي قالت لجوزها ان انا مسافره الصعيد وهتصل اتصلت بوالدتها، ووالدتها قالت يعني انها والدتها في مسافره الصعيد قبل ما حضرتك وهي كانت مسافره لوالدتها؟ اه هي طب هي الولاد والدتها في عندهم المنيا، قد ايه يا استاذ رأفت؟ الولد عند بنتين تقريبا حوالي 7 سنين او 6 سنين، والولد تقريبا 10 سنين او حاجه زي كده. طب يعني في ام هي برضه عندها هتسافر 28 وتسيب سنه عيالها عاديه. الصغيرين دول وتسافر لوالدتها من غير ما هو ده عيالها؟ السر، هو ده السر حضرتك، هو ده السر، ان هي نزلت على اعتبار ان هي رايحه. هي بص حضرتك في اليوم ده هي اتصلت بجوزها، تمام، المفروض اليوم ده كانت رايحه في خدمه بتيجي تاخدهم من الخصوص لمصر الجديده باوتوبيس. خدمة ناس هي كبار اتصلت سن أو بجوزها، خدمة يعني تبع الكنيسة؟ اه بيجي خدمه تمام. اه تبع الكنيسه بيجي ياخدوهم يحضروا اجتماع في مصر كده ويرجعوهم تاني. فهي اتصلت بجوزها من الشغل قالت له جاهز لبس الولاد ووديهم الخدمه وانا هاجي احصلكم. فعلا الزوج لبس الولاد وراح حضر الخدمه، لكن هي ما راحتش. راحت متصلة لما بيه رجع قالت له الشغل إنها رايحة لوالدتها، وبعد اه كده اتصلت أنتوا قالت له انا رايحه تتبعتوا لوالدتي. كل ده. تمام ما تمام فيش خالص دلوقتي، لا يعني احنا لا عارفين ان هي ميته ولا عارفين ان هي حيه ولا يعني، كل الخيوط مشيت غريبة وراها. فعلا جدا يعني، امن وحاجات الدوله، متناقضة امن مع الدوله، بعضها. الامن الوطني، الناس ما تاخروش معانا، تمام سمعونا وعملوا كل الاتصالات، رحنا المباحث، مباحث الخصوص برضو محمد بيه جديد برضو، الراجل ما تاخرش وسمع بكل حاجه، لكن في حاجات احنا مش فاهمينها. هي راحت فين؟ تمام. يعني حتى انا لو بفرض مقدرة ان هي طبعا مثلا، لو بفرض ان هي اسلمت، احنا بص حضرتك يا مدام، بفرض ان هي اسلمت، بفرض مثلا او راحت، طب تظهر هي وتقول زي ما عندها كل كام الحالات سنة؟ بتظهر معلش وتقول عدلية عندها كام سنة؟ 28. طيب لكن انتوا لغاية دلوقتي برضو شهادة الميلاد وسألتوا في الأزهر مفيش أسلام. كل حاجة مفيش تمام حاجة، اه ما هي طيب حتى لو بفرض يا مدام منى زي كل الحالات اللي هي بتسلم، تظهر وتقول مثلا انا مش عاوزة محضر بعدم التعرض من بتخاف يعني الحالات اللي كده بتخاف، وتقول انا عايزة محضر من فكل ده ما الاهل وكده حصلش. عشان ما تعرضش. كل ده ما تمام حصلش يعني، هو هي لا دلوقتي لا هي اسلمت ولا هي ماتت ولا هي، طب هي راحت فين؟ عموما احنا ان رحنا شاء الله النيابه ربنا يطمنكم قريب. انا بشكرك طبعا كل يا رب. هذه احنا التفاصيل استاذ رأفت، من فضلك خليك متابع معانا ومع زميلتنا في الاعداد، واي جديد بلغنا واحنا هنتابع معاك، وطبعا بنصلي من يعني اجل واللي عودة. يسمع نداء للي يسمع، اهو احنا بنقول نداء نعم عن طريق حضرتكم البرنامج اتفضل. بتاعكم، نداء اي حد يعرف اي حاجه يقول لنا. انا نشرت على البوست بتاعي على الفيس بتاعي، وانا عندي اصدقاء كتير، اي حد عنده حاجه يقولها لنا. نداء صحيح. للناس اللي يعرف ماتت ماشي، لا يبقى إن احنا شاء حتى الله زي ما يعني ابويا بإذن يا الله فندم خير. قال كده، قال لو ماتت انا حتى اروح ادفنها مش مشكله، بس اعرف جوزها النهارده بقاله، جوزها حضرتك بقاله النهارده 9 ايام ما بياكلش، امها لغايه ان شاء دلوقتي الله مش تطمن بتشرب عليها يا استاذ الميه. رأفت، واحنا بندعو برضو زي ما حضرتك قلت نداء اي حد يا جماعه عارف عنها اي يا معلومات ريت من اي حد فضلكم. عنده حاجه، اي حاجه عنده خيط احنا نمشي حتى وراه. بشكرك جدا. المباحث نتمنى الرئيس السيسي دايما الراجل يعني بيقبل كل المصريين، نتمنى ان هو يتدخل في الموضوع يقول لنا العدليه راحت فين، ان شاء ماتت الله ده ماشي ملف خلاص شائك راحت. يا استاذ رأفت، واحنا بشكرك جدا يعني الحقيقه، وزي ما قلت لحضرتك هنتابع معاك، والنداء كده وصل للكل، وان شاء الله يا رب لو هي برضو موجوده وسمعانا وفي اي حاجه يا رب ترجع لاولادها، مش معقول تسيب الولاد في السن ده، وان شاء الله كل حاجه تتحل باذن ربنا. بشكرك جدا وبنصلي من اجل عوده كل فتاه وكل سيده مختفيه عن بيتها، وكل شاب وكل رجل ايضا مختفي عن بيته. زي ما قلت لحضراتكم فوجئنا ببوست متداول على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة القبطي مايكل حمام دانيال، عنده 41 سنة، وأنه توفى بقسم شرطة الظاهر بالقاهرة، واللي مكتوب مع البوست ده أنه هو شباب قوي البنية، صعيدي، راجل، صاحب صاحبه، متزوج وأب جميل لبنته وعنده ولد عنده 2 سنين، رجل أعمال وشريك في أبراج سكانية بالقاهرة، أنه اتاخد لاسم شرطة الظاهر اللي عنوانه 12 شارع السكاكيني بالقاهرة، وبيقال أنه اتاخد بسبب غرامات
الاحتياطات وعدم تسديد بعض سكان الابراج لفواتير الكهرباء. المهم انه بعد كده راحوا قالوا انه يوم الاثنين الموافق 12 اغسطس اتخذ للاسم بسبب غرامه استهلاك كهرباء وقام بتسديدها رغم انها مبلغ كبير كان حوالي 200,000 جنيه. في صباح يوم الثلاثاء 13 اغسطس زاروا بعض اصدقائه بالاسم الساعه 10 صباحا وكل شيء كان تمام وقال لهم ان هو يتم الافراج عنه اليوم، الا انه بعد ساعتين وفي تمام الساعه 1 ظهرا تم استدعاء اسرته المستشفى واخبروهم انه وصل للمستشفى ميت بعد ان لفظ انفاسه بحجز الاسم. صرح المقدم سامح العربي رئيس مباحث الاسم لاحد المقربين بانه الشهيد تشاجر مع بعض البلطجيه بحجز الاسم. رفضت اسرته تشريح الجثمان بعد عمل تقرير طبي مبدئي للشهيد القبطي مايكل وينتظرون قرار النيابه بالتصريح بدفن الشهيد القبطي مايكل حمام دانيال. نتمنى انه الحقائق تظهر وانه برضو اكيد في فيديوهات بتبين، فلازم برضو لو في تصريح بيقولوا انه هو حصل معاه دي دخل في خناقه اكيد ان في فيديوهات في الاسم تبين الخناقه دي. بتمنى يعني انه يكون في شفافيه من اسم الظاهر ويعني ويعرفوا اسرته بالظبط ايه اللي تم في هذا الامر. واكيد طبعا الاسره برضو هتكون معاها محامي. بنعزي كل اسرته وكل محبيه طبعا. الوضع الحقيقه صعب قوي. حادثة تانية بقى حصلت، الحادثة دي كانت حادثة برضو غريبة جدا وبجد الواحد حزين انه نسمع حادثة زي كده، ان كان في جثة مشوهة بعدة طعنات بالجسد والعينين وقطع بالعضو الذكري لشاب، والأسرة والده ووالدته بعد ما رجعوا من الكنيسة فوجئوا بهذا الموضوع. خلينا نسمعه من مراسلة قناة العربية الحياة بتحكي التفاصيل الخاصة بهذه الجريمة البشعة. منطقة أم بيومي في أليوب بمحافظة الأليوبية أثارت الذعر بعد العثور على جثة شاب بيبلغ من العمر 22 سنة مشوهة بعدة طعنات بالجسد والعينين. بدأت القصة لما رجع أهل الشاب من الصلاة في الكنيسة فاكتشفوا جثة ابنهم اللي كان بمفرده في البيت. الجريمة فضلت لفترة كبيرة بيحيطها الغموض لحد ما ضباط المباحث فرغوا كاميرات المراقبة بمحيط مكان الجريمة، وبسؤال أسرة المتوفى وجيرانه اكتشفوا توقف مركبة توك توك أمام منزل المجني عليه، خرج منها سيدتين منتقبتين طلعوا للمنزل ونفذوا الجريمة وهربوا. الأجهزة الأمنية ألقت القبض على سائق التوك توك وبمواجهته أقر بفعلته بأنه وصل السيدتين من جانب الطريق الدائري بمنطقة أم بيومي، ولما نزلوا طلبوا منه يستناهم عشان يرجعهم لنفس المكان وبالفعل انتظرهم. التحقيقات بينت أن وراء الجريمة اللي باتت حديث الأليوبية أختين وخالة المجني عليه، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الجريمة إثر قيام المجني عليه بالتعدي على شقيقتيه وخالته جنسيا، فقرروا التخلص منه بالاتفاق مع ابن خالتهم. فاستنوا ذهاب الأم والأب للصلاة وتسلل الخالة ونجلها للصعود لمنزل المجني عليه وقاموا بطعنه بسلاح أبيض عدة طعنات متفرقة بالجسد والأعين. تم تحرير المحضر بالواقع وتولت النيابة العامة التحقيق واللي أمرت بدفن الجثة عقب انتهاء الصفة التشريحية وحبس المتهمين 15 يوم لاتهامهم بتنفيذ جريمة القتل. حاجة تحزن يعني، ربنا يكون في عون الأب والأم يعني في الأسرة دي. زوجة السيناريست عاطف بشاي بتقول ان هو كان الحقيقة أصيب بنزيف في المخ ولكن الحمد لله بدأ يتحرك والدكاترة قالوا دي معجزة، ربنا يا رب يمد إيده بالشفاء. قالت زوجة السيناريست عاطف بشاي إنه الأشعة أثبتت وجود نزيف في المخ جراء اصطدام رأسه بالأرض، وأوضحت زوجته بأنه عاطف كان وقع على رأسه وعمل أشعة واكتشف وجود نزيف. الدكاترة ادوله أدوية عشان سيولة الدم وعمل العملية في المخ لوقف النزيف، والحقيقة العملية كانت الساعة 10 الصبح والدكاترة قالوا هيفوق في خلال 4 أيام وخاصة إن ادوله أدوية مخدرة. المهم طبعا إن هي بعد كده بدأ يعني بعد الأربع أيام دول بدأ يتحرك والدكاترة قالوا دي معجزة وبتطلب من الناس انها تدعي له ربنا يشفيه يا رب ويعافيه وربنا يشفي كل مريض. اخر حاجه في الاخبار القبطيه كان الحقيقه اضاءه جديده لتماثيل الملائكه السته في احتفالات العذراء للفنان جرجس الجولي. الحقيقه الفنان جرجس يعني بجد مبدع يعني بنشوف حاجات جد كتيره حلوه قوي من ابداعاته. الدكتور الفنان جرجس الجولي بيقول ان هو كان عمل اضاءه لتماثيل
تمثيل الملائكة الستة بتكليف من نيافة الأنبا يؤنس مطران أسيوط وتوابعها ورئيس دير السيدة العذراء بجبل درونكا، وهو استكمال لتمثال العذراء الملكة الشهير والمصنوع من البرونز واللي بيعد أكبر تمثال برونزي في مصر. وتمثيل الملائكة صممت لتقوم بوظيفة الإضاءة لتمثال العذراء الملكة، يعني طبعا حاجة جميلة جدا. كل سنة وحضراتكم طيبين، وإحنا طبعا لسه ما زلنا في صيام العذراء اللي هينتهي يوم 22 أغسطس. كل سنة وإنتم طيبين. جدري القرود، اولا قبل ما نقول اي حاجه مش عايز حضراتكم تقلقوا، لما تسمعوا دلوقتي الدنيا بتاعه الجدري هتفهموا. اولا هو مختلف تماما عن الكوفيد 19 او الكورونا، هو فيروس والفيروس ده موجود من زمان، وعلى فكره لسه التسميه المصريه ما تعدلتش، وهو كان مسمينه مونكي باكس وبعد كده عدلوا الاسم بتاعه علشان خاطر كان في بعض الجهات اللي هي اللي بتدافع عن حقوق الحيوان كانوا معترضين على موضوع ان يبقى اسمه جدري القرود. فهو قديم ما هوش جديد، واحنا كنا اتكلمنا قبل كده. بس ايه الفكره بقى وايه اللي خلى منظمه الصحه العالميه اعلنت مؤخرا بان هو طوارئ صحيه عالميه؟ اللي حصل ان هو كان الفيروس موجود في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد كده بدأ ينتشر في عدة دول، 13 دولة من الدول الأفريقية، ولقوا إن حالات الإصابة وصلت ل 17,000 حالة إصابة، وللأسف إن في 10% من الحالات بيتوفوا من هذا الفيروس. الدول الأوروبية كانت بوراندي، رواندا، كينيا، أوغندا، وبدأ ينتشر أكتر، وبعدين بصوا لقوا إن هو بدأ ينتشر خارج أفريقيا، وبدأ يحصل فيه تحور، فلقوا إن هو انتشر في بدأ في حالات في السويد وقالوا ان كده اوروبا في خطر، في ثلاث حالات كانوا لقوهم في باكستان، والثلاث حالات دول كانوا جايين من اربع حالات تقريبا كانوا جايين من دوله الامارات. معنى كده برضو انه كده في نقص خطر انه ممكن يكون بدا ينتشر في دول عربيه. هنشوف هذا التقرير ونعرف تفاصيل اكتر عن هذا الموضوع، وهنهتم جدا بطريقه انتشاره ازاي بينتشر، علشان عن طريق انتشاره هنفهم حضراتكم ازاي ان انتوا تقدروا تحموا نفسكم من العدوى. انتشار جدري القردة في أفريقيا بات حالة طارئة تشكل تهديدا للصحة العالمية. التحذير الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية يعتبر أعلى مستوى تحذير يمكن أن تطلقه الهيئة. المنظمة سارعت إلى إبداء قلقها إزاء تزايد الإصابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية واتساع رقعة التفشي إلى دول مجاورة. اجتمعت لجنة الطوارئ اليوم وأبلغتني أن الوضع في رأيها يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا. إن الاكتشاف والانتشار السريع لفرع حيوي جديد من الجدري في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية واكتشافه في البلدان المجاورة التي لم تبلغ عن الجدري من قبل أمر مقلق للغاية. جدري القردة لم يعد محصورا في القارة الأفريقية. السلطات الفرنسية رصدت أكثر من 100 حالة منذ مطلع العام. الأعراض الأولية لمرض الجدري تشمل الحمى والصداع والتورم وآلام الظهر والعضلات، إلى جانب إمكانية تسببه بطفح جلدي. يعد جدري القردة مرضا معديا يسببه فيروس ينتقل إلى الإنسان عن طريق حيوانات مصابة، كما يمكن أن ينتقل من إنسان إلى آخر عبر اتصال جسدي وثيق ومن خلال لمس الأشياء الملوثة بالفيروس. يمكن أن يكون الدواء المصمم لعلاج الجدري مفيدا أيضا لعلاج جدري القردة، ولكن البحث بشأن مدى فعاليته لا يزال محدودا. الأشخاص المعرضون للخطر أو الذين كانوا على اتصال وثيق بشخص مصاب هم فقط من يمكنهم الحصول على اللقاحات المتوفرة. زي ما سمعتوا كده ان هو بينتشر ازاي؟ بينتشر عن طريق المخالطة الجسدية بأشخاص أو حيوانات مصابة، بالإضافة إلى مواد ملوثة، ومعظم المرضى بيتعافون بشكل كامل. لكن كده دلوقتي معنى كده ان هو لازم تكون الشخص عشان يتنقل له العدوى لازم يكون لمس جسد حد او كان في اختلاط او في علاقه جنسيه، يعني هو مش مرض من الامراض او فيروس من الفيروسات اللي هي بتنتشر عن اللي هي بيسموها سيكشوال ترانسميتد ديزيز، لا هو مش كده، هو ممكن عن طريق اي مخالطه جسديه، ممكن لو بتستخدم فوطه حد مش نظيفه، ممكن لو انت في مكان برضو. فدلوقتي الحاجات يعني لازم يكون في مخالطة
خلطة جسدية أو حطيت إيدك لمست حاجة كانت مريض من كان عنده جدر القرود كان مصاب بيها وانت لمستها فبيتنقل لك العدوى. وزي ما شفتوا انه ممكن يتنقل كان من الحيوانات في الأول وكان أكتر حاجة كان القرود لما اكتشفوه في الأول، بس في بقت الحكاية مش قرود، ممكن يكون في حيوانات تنشر المرض بعد كده، دلوقتي بيتنشر من بين البشر من واحد للتاني وهكذا. وزي ما شفتوا الأعراض شبه أعراض الإنفلونزا، لكن في بعض البثور اللي ممكن تكون مميزة ليه. طيب عشان نقي هذا الموضوع، أولا الحتت الزحمة بقى يا جماعة والناس اللي لازقة في بعضيها في أي مكان، ده المفروض إنه ما يحصلش خالص، لازم يكون في وقاية بإنه قالك عوالي متر ونص كده في أي حتة أنت بينك وبين أي حد، علشان خاطر كمان يعني الأمراض عموما كلها. غسل الايدين بانتظام، ما فيش حاجه اسمها تستخدم فوطه اي حد، ما فيش حاجه انك انت تتعامل مع اي حيوانات من غير ما تبقى حامي نفسك، يعني تبقى لابس ماسك، تبقى لابس جوانتيات. وبالتالي طبعا في افريقيا المفروض ان هم عملوا كل الاجراءات دي لانه اكتر انتشار، بس دلوقتي كونه بدا ينتشر في فرنسا والسويد، وكمان بصينا لقينا ناس من الامارات سافروا لباكستان ثلاث اربع حالات كده، فبالتالي لازم يكون في معقمات يد، لازم يكون في ماي وصابون، لازم يكون في التباعد. التباعد هنا مش هيطلق بقى زي كورونا وجائحة والكلام ده كله، لا هي مش جائحة، والموضوع هنا انه لازم الناس تاخد احتياطاتها ولازم ما يكونش فيه اقتراب من اي شخص بشكل كبير. وياريت ان المصابين لو حسوا برضو، اي حد يحس باي اعراض، لان احنا الفيروسات كتيرة جدا، اي اعراض شبه اعراض الانفلونزا ياريت الكل يلتزم بان هم يلبسوا ماسكات. دلوقتي الماسكات متوفرة في كل حتة عشان يحموا غيرهم. طبعا احنا عارفين ان في اشخاص شريرة وشفنا فيديوهات كتيرة ساعة الكورونا، ناس قاعدة بتفتف في حتة، انا اسفة يعني للتعبير، وبيحاولوا ان هم كانوا عارفين ان هم مرضى وبيحاولوا ان هم ينقلوا المرض لناس تانية كنوع من انواع الشر. عشان كده احنا نخلي بالنا وما نحاولش ان احنا نلمس اي حاجات في اي اماكن من غير ما يبقى فيه التعقيم ده. يعني هو لغاية دلوقتي يمكن في ناس كتير احنا بنشوفهم حتى حوالينا لغاية دلوقتي في الولايات المتحدة الامريكية، واغلبيتهم من الايجن، يعني من الناس اللي هم من الصين واليابان والدول دي، على طول وهم نازلين لازم لابسين الماسكات لغاية دلوقتي رغم ان احنا ما بقاش فيه كورونا، على طول برضو واخدين بالهم ان هم ما يمسكوش اي حاجة. وفي بعض الناس بنلاقيهم لابسين جوانتيات. الوقاية خير من العلاج. فاحنا طالما في عندنا موضوع دلوقتي انتشار فيروسات، حضرتك عشان تقي نفسك بتعمل الحاجات الطبيعية اللي هي المفروض تعملها، تستخدمش حاجة حد، ما تلزقش في أي حد في وسيلة مواصلات، الكلام ده كله. طهي الطعام جيدا برضو، يفضل تجنب تناول لحوم الحيوانات البرية، وإنه الطهي الجيد بيقضي على الفيروسات. فبالتالي طبعا قصة بقى إنه إغلاق حدود ومنع سفر واللي حصل كان ساعة كورونا مش هيحصل تاني. الكلام ده يا جماعة بناء على كلام منظمة الصحة العالمية لن يفيد. ما فيش حاجة اسمها إغلاق حدود ولا منع طيران ولا مش عارف، الكلام ده كله مش هيحصل. وده حتى بالتصريحات المؤخرة الخاصة من الصحة العالمية، نسمعها مع بعض. Standing recommendations are exactly as was outlined by my colleagues from IFRC that we do not recommend closure of borders. We do not want to see closure of borders. And we will be putting out the temporary recommendations to countries from the emergency committee that should be coming out later today. From IFRC side, we do stand with what is recommended under international health regulations, which is that there's no need to close borders when we are in disease outbreaks. Diseases don't recognize borders. People will continue to cross a border, whether it is a legal crossing or an illegal crossing. It doesn't stop a disease from spreading. زي ما شفتوا مشاهدينا، بدأت بقى بعض الدول تقوم بإجراءات وقائية بالمطارات بحثا عن إصابات جدري القرود، ودي حاجة كويسة. الصين هي اللي بدأت بالموضوع ده، لقينا برضو وزارة الصحة المصرية رفعت حالة الطوارئ عبر منافذ دخول البلاد المختلفة لمواجهة جدري القرود، وإنه في نفس الوقت زي ما قلت لحضراتكم ممكن إن الدول كلها تاخد الموضوع ده، تاخد الفكرة، فكرة إنه يكون في يعني فحص للناس اللي داخلين. أهم حاجة برضو البني آدم اللي يحصل له أي حاجة أو أي أعراض ياريت
بيته ان هو ياخد حذر وهو في الاول علشان ما يعديش غيره. وايضا النهارده الصحه العالميه احتضنت اجتماع طارئ حول جدري القرود. التقرير الاول خالص اللي احنا عرضناه طبعا كان بيتكلم برضو انه علاج الجدري العادي ممكن ان هو يعني ينفع، وده كان برضو على حسب تصريح من دكتور طارق او طارق متحدث باسم منظمه الصحه العالميه. قال المنظمه اعلنت حاله الطوارئ وانها المره الاولى اللي بيتم فيها كشف نوع جديد من جدري القرده خارج قدره افريقيا او خارج قاره افريقيا. مفيش علاج محدد، هو بيتم استخدام اللقاحات والامصال اللي موجوده لعلاج الجدري اللي احنا متعارف عليه. وفي نفس الوقت ان احنا كلنا لازم ناخد بالنا من الاعراض واي اعراض ان احنا ما نختلطش بالناس. والحاجه الثانيه اذا كانت المطارات هتاخد الاحتياطات دي كلها ممكن، فبالتالي زي ما قلت لكم كده انه دلوقتي كل دولة المفروض بتعلن عن الاحتياطات. يمكن بالنسبة لمصر علشان أكتر دولة عندنا المواصلات اللي الناس بتتكدس فيها، عندنا الحاجات دي، فأعتقد أنه مهم جدا برضو أنه بدأت وزارة الصحة المصرية ترفع حالة الطوارئ عبر منافذ دخول البلاد. وفي نفس الوقت علشان لو دخل مصر هتبقى مشكلة كبيرة جدا نتيجة الازدحام الكبير في مناطق كتيرة، ممكن أنه هو ينتشر بكثرة. ربنا يحميكم جميعا، وإن شاء الله طبعا هنتابع معاكم كل التقارير اللي هترد من منظمة الصحة العالمية حيال هذا الأمر. طوارئ وليست جائحة، ومفيش داعي لأي قلق. الهزات الارضيه المختلفه اللي حصلت الفتره اللي فاتت، ويمكن من يوم الاثنين واحنا كان عندنا زلزال هنا في كاليفورنيا برضو، بس كاليفورنيا متعودين على الزلازل، لكن لقينا في تايوان برضو كان في هزات ارضيه بقوه 5.7 شرق تايوان، وكان برضو في مشاهد لزلزال تايوان كان في 6.3 وبعدين 5 وبعدين كان في 5.7. والمشاهد اظهرت طبعا قد ايه الهزات زي ما انتم شايفين كانت قويه جدا بسبب هذا الزلزال. لقينا كمان هزة أرضية جديدة شعر بها سكان سوريا ولبنان، والهزة دي كانت ظهر اليوم الجمعة، وفق ما ذكرته وكالات الأنباء الرسميتين في البلدين لبنان وسوريا. المركز الوطني للزلازل في سوريا قال إن الهزة الأرضية بلغت 5.2 على مقياس ريختر. أما لبنان ذكرت أيضا وكالة الأنباء اللبنانية إنه أهالي بيروت وكسروان وجبيل شعروا بالهزة، في حين شعر سكان طرابلس لبنان أيضا بهذه الهزة ولكن بشكل خفيف. الحقيقة بعد كده الناس بتقعد تدور على التوقعات، قعدوا ينشروا توقعات لليلى عبد اللطيف إن في تسونامي وهزة أرضية كبيرة هتحصل في مصر. قالوا برضو عالم الزلزال الهولندي بيحذر من يوم 18 و19 أغسطس وإنه في الساعات دي ممكن تحصل زلازل، بس وقال لك إن في زلزال كبير هيكون بقوة 7 ريختر. و قال انه برضو ده حصل في اليابان طبعا يوم 8 اغسطس، ومتوقع مع نشاط الزلازل في المناطق اللي فيها انشطه زلازل ممكن ان تحصل زلازل. فيا جماعه انا زي ما قلت لكم انا ممكن اتوقع ان في زلزال بعد شويه، لو فتحته وكتبته ايرث كويك صدقوني هتلاقوا. فالموضوع هنا فعلا احنا في الفتره اللي فاتت كلها بدات النشاط وبتاعت اللي تحت سطح الارض والاسطح التكتونيه والحاجات دي كلها، وسببت منذ الزلزال الكبير في تركيا والزلزال اللي بدأنا بيه السنة دي والزلازل كلها اللي بتحصل كل الوقت ده. فأي حد هيقول لكم إن في نشاط زلزالي كبير متوقع، كل دي توقعات، ولكن الموضوع يعني مش إن هم بقى ناس يعني ما حصلوش والتوقعات اللي هي بيقولوها بتحصل، الزلازل موجودة كل شوية. زائد كمان لما زي بتشوفوا دلوقتي برضو الفيضانات والمناخ، المناخ المتطرف اللي أطلق عليه مناخ متطرف، شوفوا لينا قد إيه وإحنا قاعدين نشوف فيضانات. معلش في حقوق، بس في حقوق لليورو نيوز، معلش زمايلي أنا أسفة. ففيضانات وأضرار كبيرة في ألمانيا وبعد عاصفة عنيفة وأمطار غزيرة، وكان برضو في كمان لينا فترة وإحنا شفنا اليمن وشفنا السعودية وشفنا دول عربية وشفنا السودان ودخلت على أسوان. فالحقيقة إنه اللي عندنا دلوقتي أمطار كتيرة، سيول، فيضانات، جو متطرف في كل مكان. شايفين اليمن، شايفين السيول شكلها إيه في اليمن؟ فالحقيقة يعني كان الوضع صعب جدا. كمان لقينا في فيديو انتشر بمساعدة حبل مشهد بطولي، شاب كان يمني قام بإنقاذ أسرة كاملة من الغرق.
في مياه السيول اللي اجتاحت محافظة أبل اليمنية وأسفرت عن خسائر كبيرة في الأرواح. بصوا يعني بجد شجاع جدا جدا إن هو قدر إن ينقذ الأسرة. فزي ما انتوا شايفين كده الدنيا في كل مكان قد ايه الفتره اللي فاتت كان في يعني حاجات كتيره قوي، والعاصفه اللي يعني بجد برافو عليه في الفكره اللي عملوها دي، وانهم ازاي قدروا ينقذوا الاسره من ان هم يروحوا في هذه الفيضانات. كمان حرائق الغابات، واحنا شفنا الفتره اللي فاتت حرائق غابات في كاليفورنيا، حرائق غابات في الجزائر، في اليونان، وللاسف دمار هائل جراء حرائق الغابات اللي التهمت عشرات الاف أفدنا بمنطقة أتيكا في اليونان. شايفين المشهد، المشاهد طبعا كلها متصورة بطائرات، والوضع يعني كانت فعلا حرائق ضخمة جدا قضت على كل الأخضر في هذه الجزيرة اليونانية. بالنسبة للانتخابات الأمريكية الحقيقة، وأيضا خبر عندنا خبر عن محاكمة ترامب بالنسبة لموضوع اتهامه بالنسبة للأموال للممثلة الإباحية. جوجل اكتشفت وكشفت عن تفاصيل لاستهداف قراصنة إيرانيين لكل الحملتين، حملة ترامب وحملة هاريس الانتخابية. والحقيقة أنه لقينا شركة جوجل بتقول أن القراصنة الإلكترونيين مدعومين من إيران استهدفوا الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة الأمريكية كلا المرشحين كامالا هاريس ودونالد ترامب. والحاجة التانية برضو اللي احنا شفناها الفترة اللي فاتت كمان انه كان في الحملة الدعائية للحياة كامالا هاريس وصلت كمان لفوكس نيوز، يعني وزي ما قلنا وفي قنوات وصحف بريطانية وحول العالم، وانه الدعاية دي مصروف عليها 90 مليون دولار ودي ملهاش علاقة بتوجه القنوات. يعني قناة فوكس نيوز بدأت تنشر بعض مقاطع الفيديو الخاصة بحملة هاريس بناء على طبعا في تمويل للحملة دي، وان دي اعلانات جاية للقناة مدفوعة الأجر. فبالتالي يعني كانت برضو لفتة غريبة جدا، تعرفين قناة فوكس نيوز واتجاهها الجمهوري ودعمها لترامب، لكن كانت حاجة غريبة ان احنا نلاقي عليها اعلانات لحملة هاريس. ففي النهاية الحملتين على فكرة حملات الدعاية الانتخابية لكلا الطرفين برضو مصروف عليها كتير جدا وبيحاولوا ينشروها في اماكن كتيرة جدا. وكان من ضمن الحملات الانتخابية دي برضو المقابلة اللي تمت من إيلون ماسك من موقع إكس طبعا علشان خاطر مع ترامب، وده كان نوع من أنواع الدعم أيضا والدعاية الانتخابية لحملة ترامب. هاريس باكت بتقول أن بايدن قاد بلادنا لحل كثير من المشاكل وسنمضي قدما. وبدأت التغيير الخطاب ليه، لأنها الحياة في الفترة اللي فاتت كان ليها خطاب غريب قوي، أنا هعمل وهعمل وهلغي وهلغي. طب ما أنت كنت نائبة الرئيس، حضرتك ما عملتيش كل ده ليه في الأربع سنين اللي أنت كنت فيها؟ مرة واحدة كده حسيتي وأنت مرشحة للانتخابات انه كان في مشاكل واخطاء كانت في فتره حكم بايدن وهتبتدي تعالجيها لما انت تمسكي الحكم؟ طب حضرتك ما عالجتيهاش ليه وانت نائب للرئيس؟ ابيض خرج بايدن للقاء نائبته والمرشحه للرئاسه الامريكيه كامالا هاريس من اجل المشاركه في مؤتمر جماهيري بولايه ماريلاند. بايدن سئل عن نائبته وخططها الاقتصاديه حال فوزها في الانتخابات. الأوضاع الاقتصادية ستستمر تحت رئاسة كامالا لأننا أصدرنا تشريعات سابقة ساهمت في استمرارها، وتلك التشريعات تعمل. ومن ماريلاند أطل ثنائي الديمقراطي في أول ظهور للرئيس مع المرشحة للرئاسة في مؤتمر جماهيري منذ إعلان انسحابه من السباق الرئاسي وسط حشد داعم هتف مطولا شاكرا بايدن. المرشحة الأمريكية أكدت في خطابها على خططها الاقتصادية مروجة للاتفاق التاريخي الذي أحرزته إدارة بايدن مع شركات الأدوية لخفض تكلفة أسعارها على الأمريكيين. تسأل لماذا أسعار الأدوية مرتفعة؟ سأخبرك. أحد أهم الأسباب هو أن شركات الأدوية الكبرى قامت لسنوات عديدة بتضخيم أسعار الأدوية وغالبا ما تتقاضى أضعاف تكلفة تصنيعها، والأمر وراء ذلك هو لزيادة أرباحها، أمر ساهم بمعاناة ملايين العائلات الأمريكية. بايدن هو الآخر لم ينسى الترويج لنائبته.
أيها الناس، لدي شركة رائعة. وبينما تؤكد استطلاعات الرأي الأمريكية تقدم كاميلا على ترامب في عدد من الولايات الكبرى، يؤكد الرئيس الأمريكي السابق سعيه تحقيق فوز تاريخي ساحق على منافسته. نحن أمة ذات اقتصاد فاشل بسبب سياسات بايدن على مدى السنوات الماضية. كمالا هاريس سيئة بشكل لا يصدق وقد دمرت الاقتصاد. خطط ترامب ومساعيه للفوز تواجه بعض العقبات وسط سعيه تأجيل حكم محكمة في قضية شراء الصمت إلى ما بعد الانتخابات المقرر عقدها في نوفمبر القادم. شفتوا خدتوا بالكم من الحاجات اللي عرضها ترامب جنبه؟ أنا كنت مستغربة الأول وفهمت بعد كده أنه كان جايب بعض السلع المهمة في الولايات المتحدة الأمريكية. إحنا اللحوم، الألبان، البيض، السيريال بتاع الولاد. إحنا زمان كنا بنجيب علبة السيريال بدولار، دلوقتي بأربعة وخمسة دولار. متخيلين الوضع؟ كل حاجة غليت بشكل غير طبيعي. برضو اللي هم 12 بيضة دي كنا بنجيبهم بدولار، النهاردة بثلاثة دولار، وممكن تلاقيهم في أماكن بأربعة دولار. فهو كان عارض المنتجات، وحتى في بعض المشاهد برضو بيقولوا انه كان مخرج علبتين حلوة من الاسعار. برضو ليه فكرة ايه؟ لو حاجة سعرها قاعد زي ما هو بتلاقي حجمها قل. يعني انت عندك الحاجتين، لاما السعر بيزيد لاما الحاجة هي نفس المنتج تلاقيها بكميات قل. عشان كده ترامب قال انه سياسات بايدن هي اللي جعلت من امريكا امة فاشلة. فانتوا النهاردة وانت كنت شريكة لبايدن في كل اللي حصل ده في الاقتصاد وفي ارتفاع الاسعار بالشكل غير يعني المبالغ فيه بشكل غير طبيعي درجة الاحتياجات الأساسية للبني أدمين وللناس، وانتشر دلوقتي في كنائس كتير جدا موضوع الفود بانكس علشان خاطر يقدروا يساعدوا الناس اللي مش قادرين يجيبوا الحاجات الأساسية، البيض واللبن والعيش والسيريا والحاجات اللي هي بيحتاجها الأطفال. فبالتالي ان السياسات دي كانت على مدى الفتره اللي فاتت دي كلها، على مدى الثلاث سنين ونص في هذا الحكم، الحقيقه لم نشهد ارتفاع للاسعار مثل هذا الارتفاع يعني. وانه بدات بقى هي بتقول ان هي بتطرح خطتها الاقتصاديه هذا الأسبوع، وبيقول عليها أيضا ترامب أنها خطة زائفة ومحذرا من أنها ستؤدي إلى تدهور الاقتصاد. لأن لو كان عندكم خطة طب ما كنتوا عملتوها من بدري، ما كانش الخطة دي علشان خاطر أن هي هتترشح للانتخابات بدأنا نشوف هذه الخطط. طبعا ترامب قال فيما يتعلق بالهجوم الشخصي فأنا غاضب جدا منها بسبب ما فعلته بالبلد، أنا غاضب لأنها تستخدم نظام العدالة كسلاح ضدي وضد الآخرين، غاضب منها، انظروا إلى ما يحدث، أعتقد أنه يحق لي مهاجمتها شخصيا. وأضاف لكن احتراما كبيرا لذكائها، وأعتقد أنها ستكون رئيسة سيئة للغاية. وأنه في نفس الوقت كان طبعا التصريحات الخاصة بترامب دي كلها أتت بعد يوم واحد من إعلان وزارة العمل أن التضخم على أساس سنوي قد وصل إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاثة سنوات، وهي أحدث علامة على أن أسوأ ارتفاع في الأسعار منذ أربعة عقود يتلاشى. لكن المستهلكين ما زالوا يشعرون بتأثير ارتفاع الأسعار، وهو أمر تعول عليه حملة ترامب لتحفيز الناخبين هذا الخريف. استطلاع رأي كانت أجرته وكالة أسوشيتد بريس قالوا أن الأمريكيين من المرجح أن يثقوا بترامب أكثر من هاريس عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع كلا الملفين، الاقتصاد والهجرة، وهي القضايا التي وضعها في قلب قضيته للعودة إلى البيت الأبيض. تعهد أيضا ترامب بتعديل قانون الرعاية الصحية الميسرة، وهو القانون الذي سعى الجمهوريون إلى إلغائه خلال فترة ولايته في الأولى في البيت الأبيض. سياسة كاملا هاريس الاقتصادية الحقيقة أن هي قد يعني بالنسبة للسياسة دي زي ما شفنا كده هي بتحاول أن هي تتكلم عن الموضوع ده، وأنه السياسة دي هل ممكن أن هي تخرج نائبة الرئيس من عباءة بايدن؟ علشان هو سياسته، طب ما هي برضو زي ما قلت لكم اللوم عليها، طب ما انت كنتي معاه وكنتي نائبه ليه، ازاي لو انت كنتي شايفه ان في سياسه غلط من اجل امريكا ليه ما حاولتيش انك تعدلي ده؟ فعشان كده هي بتحاول دلوقتي ان هي بتكشف عن ملامح اقتصاديه وتقول حظر التلاعب بالاسعار في صناعات البقاله والمواد الغذائيه، وتبنت اقتراح شعبوي بشكل لافت للنظر في اهم اعلان سياسي اقتصادي لها منذ ان اصبحت مرشحه للحزب الديمقراطي.
الموضوع بقى انه الادويه العشره اللي هم نزلوها برضو اللي اعلنوا عن خفضها دي كمان ادويه كانت بيدفع فيها من الناس الكبار في السن في الميديكير، الميديكير كانوا بيدفعوا مبالغ برضو اللي بيسموها الكوباي او الاسعار، كانت اسعار غاليه جدا جدا. بدا النقاش برضو من ضمن الحاجات اللي كاملا قالت وهي وبايدن اثناء وجوده معاها انهم هيظبطوها هو موضوع خفض مئات الدولارات، وانه في اسعار قائمه 10 من اكثر ادويه الرعايه الطبيعيه شيوعا واكثر تكلفه هيبتدي بالفعل تخفيض اسعارها. فبالتالي الوضع زي ما بقول لحضراتكم، طبعا الولايات المتارجحه كان اخر حاجه برضو كانوا قالوا استطلاع راي فيها، كانوا قالوا انه في ثلاث ولايات من الولايات المتارجحه على الاقل شعبيه والارقام ترامب افضل من كاميلا هاريس بفرق 9 نقاط. زي ما قلت لكم قبل كده الحلقه اللي فاتت ان كان في احدى التقارير اللي بيقول ان كاميلا متقدمه اقتصاديا على ترامب، ده لا يمكن. وملف الاقتصاد هو يمكن نفسه قال لك ان انا يحق لي اني اهاجمها شخصيا، كتير جدا من المستشارين والنصائح اللي بتتقال له من فضلك ركز على الاقتصاد بشكل كبير جدا لان هو ده اهم ملف هتقدر تنجح بيه، مفيش داعي ان الخطاب يكون فيه نوع من انواع الهجوم الشخصي، ويا رب يسمع الكلام لأنه هو فعلا ناجح جدا في هذا الملف ومتقدم جدا في هذا الملف. لأنه زي ما قلت لكم أبسط حاجة لو هي هتقول أنا أعدل وأعمل، طب ما أنت ما عدلتيش ليه أسنان ما أنت كنت موجودة مع بايدن، ودي أكتر حاجة يقدر بسهولة أنه هو يطعن فيها بالنسبة للحملة بتاعته. خلاص دلوقتي اتفقوا أن مش هيكون فيه غير موضوع المناظرات، أنه كده ما فيش غير المناظرة اللي هتكون في شهر سبتمبر. وكان المتحدث باسم حملة هاريس قال طبعا أن هي هيكون في هذه المشاركة في مع ترامب في المناظرة في قناة اي بي سي نيوز 10 سبتمبر، وأنه المرشح الديمقراطي أيضا لمنصب نائب الرئيس تيم والس هو المرشح الجمهوري نفس المنصب جي دي فانس هيشاركان في مناظرة في الأول من أكتوبر. من الحاجات اللي الحقيقة يمكن برضو فيها هي بقى هاريس متبنياها موضوع الإجهاض واللي هيحصل الفترة اللي جاية يا جماعة في الانتخابات الأمريكية. احنا عارفين انتخابات يوم 5 نوفمبر اللي هو بيعتبر أول ثلاث بعد أول 2 من شهر نوفمبر، وده اليوم اللي هو يعني تم الاتفاق عليه بالنسبة لانتخابات الرئاسة. في الانتخابات دي بتبقى فيه باليت كده اللي هي وثيقة الانتخابات، ما بتكونش بس فيها ان احنا نروح وندلي بأصواتنا عشان نختار ما بين بايدن و عفوا ما بين كاميلا هاريس وترامب، لا فيها حاجات تانية وممكن كل ولاية بتكون فيها حاجات خاصة بالولاية. فاللي هيحصل هذه في البالت اللي جاية دي والانتخابات اللي جاية انه هيتم طرح اجراءات تصويت على حقوق الاجهاض امام الناخبين في ميزوري واريزونا. في والحقيقة ان هم بيطالبوا بانه بحقوق المرأة في الاجهاض حتى لو قبل الولادة بأسبوع أسبوعين، وده اللي كان على فكرة ده القرار اللي كان أصدره النائب اللي اختارته اللي هو تيم والز. فالحقيقة برضو بعملين بقى فيديوهات وقاعدين يجيبوا ان في زي مثلا تكساس وازاي ان هم لما حظروا الإجهاض في ستات فقدوا الرحم ومش عارف فقدوا ايه بسبب ان هو ما تعملش معهم بالإجهاض، ودي كانت حالات بتتطلب. على فكرة موضوع الإجهاض في أي ولاية بيتم إقرار رفض الإجهاض بيكون في استثناء للحالات الطبية الخاصة اللي بتحتاج الإجهاض. وبالتالي كل الفيديوهات دي كلها من حملة هاريس وان هم عايزين يقولوا ده حق المرأة في الإجهاض، هي من حقها ان هي تتحكم في جسدها وان ده حق ليها وان هي تجهض حتى قبل الولادة بيوم او يومين، وده طبعا ضد الدين، ده كده هي اساسا ضد اي يعني مقاييس انسانية لان انت كده بتقتلي طفل اوريدي تكون. فبالتالي التصويت على الإجهاض هيكون من ضمن حقوق الإجهاض في ميزوري وأريزونا، عايزين يقروا حق المرأة في الإجهاض هتكون في الانتخابات القادمة في نوفمبر. بالنسبة لمحاكمة ترامب في قضية شراء الصمت، الحقيقة أنه بيسعى لتأجيل النطق بالحكم، كان مفروض أنه في كلام كده أنه هيتم التأجيل بعد الانتخابات الرئاسية، بس واضح يمكن أنه القاضي المصر يمكن أنه هو يطلع حكم قبل الانتخابات، فبيحاول ترامب أنه هو يأجل النطق بالحكم. وهنشوف ايه اللي ممكن يحصل، لانه اللي اتقال انه هو يعني هو عايزه يتأجل لغاية 18 سبتمبر، وهنشوف هل سيتم الموافقة من القاضي ولا لا. الحقيقة انه كان طبعا في ردود فعل للقاء اللي كان تم ما بين ترامب وإيلون ماسك على موضوع انه في عطل حصل، وهو قال ان العطل ده كان بسبب كان
كان عبارة عن نوع من أنواع الهاكر أو يعني هجمة سايبرانية، لكن ناس كتير قالوا صعب أنها تكون هجمة وبدأ يحصل فيه تهكم عليه. كان برضو اتحاد عمال السيارات رفع دعوى قضائية ضد إيلون ماسك وترامب بسبب مزاعم عن خرق النقابات. رفع اتحاد عمال السيارات دعوى عمالية قضائية فيدرالية ضد إيلون ماسك والرئيس السابق دونالد ترامب بسبب محاولتهما غير القانونية لتهديد وترهيب العمال، وأنه أشاد ترامب برد ماسك على العمال المضربين، وأنه يعني أعظم قاطع، وفي إشارة إلى عمليات التسريح الواسعة اللي عملها لما كان العمال. الحقيقة دي برضو خطأ من الأخطاء اللي وقع فيه أعتقد ترامب، فلازم أنه يتم تصحيحه، لأنه هو الحقيقة موضوع مطالب العمال وحقوق العمال من الحاجات المهمة جدا بالنسبة للانتخابات الأمريكية القادمة. أهم حدث كان في الأخبار بالنسبة للأخبار الأمريكية العامة هو استقالة رئيسة جامعة كولومبيا بعد احتجاجات الطلاب على حرب غزة، نعمت شفيق. نعمت شفيق الحقيقة هي كانت رئيسة جامعة كولومبيا، استقالت من منصبها وسط جدل حول حرية التعبير بسبب الاحتجاجات اللي شهدتها الحرم اللي شهدها الحرم الجامعي على خلفية الحرب في غزة. تأتي استقالتها بعد عام واحد فقط من توليها هذا المنصب. بريطانيا كرمت رئيسة جامعة كولومبيا التي استقالت، والحقيقة التاريخ بتاعها تاريخ رائع جدا على فكرة. هذه السيدة كانت متفوقة جدا، بتحمل ثلاث جنسيات، مصرية بريطانية وأيضا الأمريكية، دكتوراه في الاقتصاد من كلية سانت أنتوني. أصغر نائب لرئيس البنك الدولي كانت بعمر 36 سنة. تاريخها المهني تاريخ رائع، وهي من اسكندرية أساسا. والحقيقة أن هي استقالت بعد ما جت لها فرصة في الخارجية، عمل في الخارجية البريطانية، يعني الحقيقة رايحة برضو على منصب جيد. عندنا كان في فيديو جديد بيوثق استجابة ضباط القانون لحادثة إطلاق النيران على ترامب، وإزاي أن هم بيحاولوا أن هم يطلعوا على السطح علشان خاطر يعني يحاولوا ياخدوا أي معلومات من الشخص اللي كان حاول اغتيال ترامب طبعا بعد ما قتل، ولكن عقبال ما وصلوا لقوا طبعا كان لفظ أنفاذه الأخيرة. أول محاولة قضائية أمريكية لتفكيك جوجل، لأن في اتهامات لجوجل بأن هم كانوا محتكرين البحث، يعني ودي برضو قضية كبيرة جدا دلوقتي حاليا. ومؤتمر المطورين الخاص بالشركة كانوا بيقولوا ان هم يعني هيحاولوا طبعا يدافعوا عن هذا الاتهام. حاجة بقى غريبة بدأت تحصل في الولايات المتحدة الأمريكية، واعتقد ان ليها علاقة طبعا بارتفاع الأسعار، او انه في مجموعة من الشباب يلموا نفسهم على تيك توك او على اي موقع او على اي جروب ويبتدوا يهجموا على متجر، والناس كلها شايفاهم ومحدش يقدر يعمل اي حاجة. وفي حاجات بتقول انه ما ينفعش يبلغوا البوليس لو السرقات دي اقل من $900، والحكايه بصراحه زي ما انتم شايفين دخل مجموعه الشباب على متجر في لوس انجلوس وقعدوا يسرقوا المشروبات والسجاير ورقائق البطاطس الشيبسي وفروا، ما حدش خالص من المحل بيقدر يعمل لهم اي حاجه، ودي ظاهره غريبه جدا في الولايات المتحده الامريكيه وخصوصا في لوس انجلوس. بالنسبة للهجوم الأوكراني المباغت على المناطق الروسية وبالتحديد منطقة كورسك، والحقيقة أنه بدأ يتم الكشف أنه ما كانش فيه أي نوع من أنواع المواجهة من قبل الجيش الروسي، وأنه دلوقتي برضو أنه الحقيقة الهجوم ده كان هجوم مباغت، ما حصلش أي ما قدروش ما فيش أي حد واجههم ودخلوا العمق كبير في كورسك. وكان طبعا دي صدمة كبيرة جدا تسببت للرئيس بوتين شخصيا، ولكن إلى الآن ما فيش أي رد. الحقيقة الأنباء اللي جات برضو أنه الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي كان قال أن قواته سيطرت بالكامل على مدينة سوجا الروسية. مدينة سوجا يا جماعة مهمة جدا، وهي دي اللي فيها المحطة النووية واللي هي بتصدر الكهرباء لأوروبا. قائد الجيش الأوكراني كان قال أن هم أقاموا إدارة عسكرية في منطقة كورسك الروسية في مؤشر لنية أوكرانيا في ترسيخ وجودها في المناطق اللي سيطرت
عليها في روسيا. وقال خلال اجتماع مع الرئيس الأوكراني أنه الإدارة مكلفة بتولي شؤون المنطقة وضمان الأمن فيها والإشراف على المسائل اللوجستية للقوات الأوكرانية. بس عايز أقول لحضراتكم أنه لغاية دلوقتي هم ما قدروش يسيطروا على هذا المفاعل ولا على المحطة النووية اللي هي بتصدر الكهرباء لأوروبا في منطقة سوجا. أما روسيا فاستعادت بلدة في كورسك، وبدأ دلوقتي من امبارح بدأت بعض التحركات. وروسيا قالوا أنهم اعترضوا 12 صاروخ كانت تستهدف جسر القرم، وكان برضو في لحظة هجوم أوكرانيا برضو على كورسك الروسية. الحقيقة فيديوهات كتيرة بدأت تنتشر هذه الأيام لهذه المقاطع اللي هي عملوا فيها العملية، وكان في برضو صورة معرفش إذا كنت قدرت لحقت تنزلها ولا لا زميلنا، هم بيقولوا الأرض مقابل الأرض. دلوقتي أوكرانيا قد تقدمت في بعض المناطق اللي سيطرت عليها والبلدات اللي سيطرت عليها على أساس أنه يبتدوا دلوقتي أن هم يفاوضوا مع روسيا على الأرض مقابل الأرض. حزب الله نشر مقطع وسموه عماد 4، وانا لغايه دلوقتي مش فاهمه موضوع عماد 4 ده ايه. المشكله بقى في المقطع ده انه هذا المقطع بيحتوي على عدد من راجمات الصواريخ وتجهيزات العسكريه في انفاق مشيده تحت الارض، وقالوا ان دي شبكه انفاق كبيره جدا جدا. اتفرجوا حضراتكم على الفيديو اللي نزلوه تحت اسم عماد 4. ليه عماد 4 مش عارفه. طب احنا كان عندنا الهدهد 1 و2 و3 وكانوا بيظهروا فيه قواتهم العسكريه. طيب عماد 4 ده ايه ومين عماد وليه 4 وفي عماد 1 2 و3؟ انا طبعا بهرج، لكن الحقيقه كان في ردود فعل غاضبه حول هذا الفيديو. هو الفيديو ده كانوا عايزين يقولوا لاسرائيل انه خلوا بالكم ان انتم مش تقدروا علينا لان احنا عندنا انفاق وشبكه انفاق كبيره تحت الارض وعندنا رجمات صواريخ. لكن جه بعد كده الحقيقه كان في ردود فعل، وكتير قوي من الناس اللي هم كانوا في الاردن في لبنان عفوا بيعتبروا ان هو انتوا لما عملتوا الانفاق دي كلها ما بصيتوش للشعب ليه اللبناني، وبدل ما انتوا تعملوا شويه حاجات ساعد الناس في لبنان وملاجئ وحاجة للمدنيين رحتوا عملتوا أنفاق عشان تحموا نفسكم برضو وتسيبوا اللبنانيين مفيش مشكلة. زي بالظبط ما كان في قيادي في حماس والقيادي ده كان قال برضو ان احنا عملنا الأنفاق تحت الأرض علشان نحمي نفسنا، لكن الناس بقى اللي هم في الناس بتوع غزة دول اللي اعتبروا كلهم لاجئين في منطقة زي اللي هو الأراضي اللي مسيطرة عليها إسرائيل، فدول وظيفة الأمم المتحدة انها تحميهم. جه علاء مبارك وهاجم هذا القيادي وقال له خلي عندك شوية دم بجد يعني. وطبعا الفكرة دي هو ده فيديو قديم واحنا كنا عرضناه، لكن معرفش ايه اللي خلى علاء مبارك بيرد هذا الوقت. لقينا كمان برضو نداء للسكان المتواجدين في منطقة حانون وأحياء المنشية والشيخ زايد، مناطق كتير من المناطق الإنسانية بينزلوا كل شوية إسرائيل نداءات وبيقولوا ان المشكلة ان هم الناس بتوع حماس هم اللي بيندسوا وسط المدنيين وهم اللي بيستخدموا المدنيين دروع بشرية. المفاوضات يا جماعة المفروض انه دلوقتي وصلنا برضو لمحاولات وبيان من قبل، طبعا البيان كان نزلوا بيان مشترك لمصر وقطر وأمريكا عشان يكشف تفاصيل المحادثات ولكن واقتراح لسد الفجوات، لكن ما فيش أمل لغاية دلوقتي أن يحصل حاجة. الوضع الإنساني صعب، الأمم المتحدة طلبت هدنة 7 أيام عشان يعملوا تطعيمات شلل الأطفال لأن الفيروس بدأ يظهر في الصرف الصحي في غزة. الوضع مأساوي ونتمنى أن الدنيا تخلص، ولكن الحقيقة المفاوضات واصلة لطريق مسدود وفي خلاف في نقاط خلاف كتيرة. وبيقولوا حتى كان عباس كامل موجود في ضمن هذه المناقشات طبعا وجولة المفاوضات وانفعل بشكل كبير جدا لما لقى تغيير في المطالب بتاعة إسرائيل وحماس رفضت هذه المطالب. معلش الوقت برضو ما كفناش نقول بعض الأمور الخاصة بمصر، لكن إن شاء الله نوعدكم الحلقة الجاية يكون عندنا المزيد من الأحداث ومراء الأحداث. انتظرونا الأسبوع القادم والمزيد. إلى اللقاء.